ناجي طول ما هو عايش هيبقى هو الفتوة، ولا فيش فتوة غيره. أنا تعبان الليلة ده سنية. الليلة دي بس؟ اللي جرالك جرالك من زمان. ما خلاص راحت عليك يا معلم. اخرسي. سكتني لو تقدر، اكسر عيني لو شاطر. اخس عليك يا سنية، مش قادرة تستحمليني. هو أنا قادرة أستحمل نفسي لما هستحملك أنت كمان؟ اسمع بقى يا راجل أنت، من الليلة دي مالكش دعوة بيا أبدا. اوعى تمس شعره من راسي ولا تدوس لي على خيال، فاهم؟ فهمت يا سنية، فهمت. ما انتوا كده صنف الحريم زي الدنيا غدارة. اللعبة بتتغير في ثانية في لمح البصر، بس إذا كنت فاهم إن أنا خلصت تبقى غلطانة يا سنية. أنا هفضل سليمان الناجي الفتوة. فتوة من غير نبوت أحسن له يموت. عشان ما قلتش لاخوك كل حاجة. هو في حاجة عشان تقوليها؟ كان لازم اقول اني وافقت اتجوزك انت، اني بحبك انت، ان قلبي مش ممكن يكون لحد تاني غيرك انت. الكلام ده قلتيه قبل كده، مش عايزك تقوليه تاني. هقوله لكل الناس، هقوله للدنيا كلها، هقول لهم اني ما بحبش بكر، لازم يطلعني، انه لازم اتجوزك انت. رضوان انت مش عارفة ايه اللي بتقوليه ده؟ عارفة وفاهمة، ولو حطوني في النار هقول كده. خضر، خضر انت لازم تيجي معايا. ابعدي عني. لازم نهرب. ابعدي عني. خضر انا بحبك. انت مرات اخويا، ابعدي عني. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. تفكر. حرام عليك، هو انا غلطت في ايه؟ انتوا كلكم غلطتوا فيا. امك شريتني ورميتني تحت رجلين اخوك، وانا كنت عاوزاك انت، واعتبرني جسم من غير قلب ينهش وقت ما هو عاوز. انت شايفني وانا بتعذب، فكرتش تمدي لي ايدك؟ مفكرتش تنقذني من النار اللي بتحرقني كل يوم؟ أنا بتحرق، بموت. ارحمني يا خضر، ارحميني، ابوس ايدك. امشي اطلعي بره، مش عايش في وشي كده تاني. بره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصل يا معلم سليمان، سي بكر وصل. يا ألف نهار أبيض، أخوك بكر وصل يا خضر. حمد لله على السلامة يا بكر. الله يسلمك يا بكر. يا ألف حمد لله على السلامة يا ابني. أهلاً أهلاً أهلاً. وحشتني يا بكر. أنت اللي وحشتني يا ابني، أهلاً أهلاً. اجري واد هات لنا 2 عناب من عند الشرباطي. حاضر يا معلم.
طمنا يا حبيبي عملت ايه؟ اما بقى اتفقت لك على شويه بضايع انما هتعجبك قوي. لا وايه؟ اسعار اقل من السوق كله. يعني ما اتغلبتش؟ فاشل. حتى بقى اسال خالي. وبعد اذن حضرتك بقى انا ناوي السفريه الجايه يعني اسافر لوحدي. كده اهو طوالي. ما خلاص بقى ما احنا عرفنا سر الصنعه. ايه شغلانه؟ اخد مالك مبلم كده ليه؟ ايه؟ ما انتش فرحان اني رجعت؟ الف حمد لله على السلامه يا بابا. الله يسلمك. وانا كنتش غيران عشان سافرت وطلعت اشطر منك. ما تقولش كده يا بكر. عموما المره الجايه انا واخدك معايا واعرفك سر الصنعة. يلا يا عم. انت عارف اني بخاف عليك اكتر من نفسي يا بكر. اه طب اخبار الجماعه ايه؟ مين؟ يا اخي رضوان. الله. قاعده في البيت مستنيه جوزها العبيط. عبيط؟ طبعا عبيط. بقى بذمتك في راجل عنده حس يغيب عن حريمه المده دي كلها ويجي راجع الشغل. في دي معاك حق يا معلم سليمان. صحيح يعني صحيح انا عبيط قوي يعني. طب طبعا اذنكم. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. وده توب اول ما عينيا وقعت عليك شفتك فيه. اصل من اللون اللي انت بتحبيه مش كده؟ شوفي. الله. ولا الحته دي كمان؟ يا سلام. شوف يا سلام. ايه ده؟ ولا كمان الحته دي حته حرير اصلي انما ايه؟ ناعمه قوي. جلسي كده. بس مش انا من خدودك الحلوه دي. ايه يا رضوان؟ مالك؟ متضايقه ليه؟ ابدا مفيش. مفيش ازاي؟ ده انا طول السكه بمني نفسي اشوف ابتسامتك اول ما ادخل عليكي. فاهميني ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. قلت لك مفيش حاجه يا بكر. انت بتعيطي كمان؟ يبقى لازم في مصيبه حصلت. هي ماما مفيش غيرها. زعلتك مش كده؟ ابدا ابدا يا بكر. ما هو مش معقوله يكون بابا ده بيحبك كانك واحده من عياله. يكونش خضر. هو خضر. هو مفيش غيره. اتكلمي يا رضوان قولي لي عمل معاك ايه؟ ما تخبيش عني حاجه. بكر مفيش داعي تقلب المواجع علي. حصلت لدرجة المواجع؟ كل اللي اقدر اقوله لك احنا مستحيل نقدر نعيش هنا تاني. لو بتحبني صحيح لازم تاخدني في اي مكان تاني عشان خاطري يا بكر. ان شاء الله حتى في مدرون في اوضة في وسط طوح. المهم تبعدني عن هنا. خدني بعيد عن الخطر. الخطر؟ بكي منك لاستقبل. انا هشرب من دم. الحمد لله على السلامة. بعدين يا ماما بعدين. نكدت عليا يا اختي وسممت بدله؟ مش فاهمين عملت فيه ايه؟ ما هو كان عندي ما سالتوش ليه؟ وايد عندك كمان 12 قرداب بعدس اسناوي بين اصفر وبجبه. يا جاوي! يا خاي اللي غشاش! خطار! انا اعصب من دمك! الشيطان دخل بيتنا يبقى احنا اللي فتحنا له. حلو صابتنا يا ناس.
انا عايز اعرف اس البلا مين؟ مين السادي ومين الكذاب؟ مين البريء ومين اللي يستاهل حل دمه على الخراب اللي عايز يقلبه للبيت وللعيله؟ اتكلموا، رد على دوانا، عايز اسمع صوتك يا سخن. هرب يا بابا، هرب. تعال يا ولد. شفت يا بابا؟ ولا فيش بريء يهرب من تهمه. اعترف المجرم، اعترف بعملته السوداء. طب زي ما هو تعب قلبنا عشان نشوف لابنه، هو يتعب معانا كمان شويه. يعني ايه؟ يعني يا معلم عتريس يهز طوله ويلف لازمة على اكابر الحارة ويجيب لنا حقنا؟ يا سلام، يدور لكم على حقكم ويسيب ضنا ضايع. ما كل واحد فينا شايف ابنه بيضيع منه من الجوع. مش ناقص منا غير نمد ايدينا للسؤال. وماله؟ شرف انكم تشحتوا عشان الفتوة بتاعكم. اعلم عن الناس فتوات. الفتاوى موجود وهيفضل موجود. انا المعلم سليمان الناجي فتوة الحارة، وكلمتي سيف على رقبة اي كلب يفكر انه يهوى او في وشي. روق امال يا معلم. معايا في اللي قلته عتريس ولا انت شايف حاجة تانية؟ انا طول عمري محسوبك وتحت امرك. اتفضل استريح، اقعد. قهوة وشيشة للمعلم. ياه، ما بقاش في حاجة لها طعم يا عتريس من ساعة ما راح يضربني. هيرجع بإذن الله، تلاقيه بس مكسوف من اللي حصل. ما تقولش مكسوف، مفيش حاجة حصلت تخليه ينكسف، مفيش حاجة مست شرف عيلة الناجي. ده كلامك أنت يا معلم، إنما الناس بتقول غير كده. حاطع لسان اللي يمس ابني بكلمة واحدة، محدش يتكلم عن خاطر ابني. سند عليا. مش قادر، مش قادر عتريس. أنا اتشليت عتريس. إيديكوا يا رجالة، روحوا البيت. عتريس، لا، ما تودينيش عند بنت السمري، وديني عند بنت الغصول، عند فتحية. سلامتك يا سيد الرجال. ماله عتريس؟ وقع على قهوه مسكين من قهرته على ابنه. هو اللي طلب مننا ان نجيبه على عندك. بيته ومطرحه وانا خدمته تحت رجليه. مش قلت لك أصيلة عتريس؟ يا ساتر. السلام عليكم. تعال. السلام. تعال يا شيخ مخلوف، تعال اكتب كتابي على فتحية، خليني ارجع لأصلي. موافقة فتحية؟ وانا كنت عمري رفضت لك طلب يا سيد الرجاله.